غني عن التعريف. فشكرا السلام عليكم وشكرا لمحمد فاضل العالي. طبعا عندي مشكله للاسف الفيديوهات كالعاده فيها مشكله سوري، لكن احاول كده ان الكلام شويه. احنا ابتدينا الكونسيبتي من حوالي 15 سنه، ف وي ليرن سمثينج فروم اور 15 years experience، فيعني عايزين بس جاست نوصلها للناس. اتس نايس تو ميت ذا منتور صاحب الطريقه، فتبقى مفيده جدا يعني. كونسيبتي عمل اناتوميك ستاديز وشرحها ورانا قد ورانا ايه اللي بيحصل في الرجل. ادي النافيكولر، النافيكولر بتبقى articulating with the side of the talus as we see here. This is a 3-day-old infant. بس as we know المفروض ايه، ده طفل عنده فيتس عنده 17 اسبوع ابتدت رجله تحصل فيها ديفورميتي. فالديفورميشن اوف ذا فيت ان ذيس كلاب فيت ذي اوكر اراوند ذا ميد تريمستر، يعني في الثلث الاوسط من الحمل مش قبل كده. ان اتس نوت كونجنيتال، يو راذر كول ات ديفلوبمنتال بروبلم ذات اوكرز ان ذا ميد تريمستر اوف ذا بريجننسي. ذيس از فيري امبورتنت تو اندرستاند. احنا ليه بنعمل مانيبيوليشن؟ عشان اليانج بون ده معمول من كوركتيف تيشو لسه عنده بروبرتيز ان هو يتصلح، لكن لو انا مانيبيوليت ماي فوت مش هتصلح لانها عجوزه. لكن الاطفال ده هاف يانج كوركتيف تيشو فيو كان ريلي مانيبيوليت ده. فنبص هنا، هنا الفوت هنا في اول واحده شايفين ادي نافيكولر وادي تيلس. الكاست اللي بعديه انا I'm just getting the navicular over the head of the talus. وهنا reduced. The MRI study. You are on the left eye, so the foot نفس الحكاية. The clinic boy, the first cast. بعدين بجيبها بصلحها. وهنا صلحت تماما. ف change of direction of the stimuli بتخلي the foot corrected. نفس الحكاية هنا. It shows how the foot corrects. ده من manual بتاع concept. مش سمعت هنا. How the foot corrects at the end in the navicular and you get it back in place. هو ايه اللي بيحصل في الاربع manipulation concept method؟ المشكله بتاعتنا هتشوفها في الرسمه بعد كده، ان احنا زمان واكيد دكتور كلال بيعرف الكلام ده، دكتور زوراني هو اول من عمل كلاب فوت كلينك في القصر العيني، وكان علم الواد بتوعه علمونا ان هاو تو مانيبيوليت كلاب فوت اكوردنج تو كايتس ميثود. يعني جاست يو هولد الفوت وبعدين تصلح كل القنبله لوحده، تصلح الادكشن الاول، بعدين تصلح الفيروس الدهيل، بعدين تصلح الاكوينس الدي اند. السيكونشال مانجمنت ده مش صح، ان انت وانس يو ادكت فوت وايل بريسنج ذا كالكينيك فويد جوينت يو بلوك الكالكينيس فروم روتيتنج اندر ذا تيلس عشان ما تلفش. The method is wrong. I need how to get the foot in line with the hind foot and then to rotate in foot من تحت with by external rotation. زي ما نعمل في الكونسيبت التكنيك by external rotation of the forefoot after getting it in line with the hind foot. ودي منظر الجبس الاول والثاني والثالث والرابع، وبعدين تعمل تيناتومي وتخليها 90 degrees او more. وده برضو بقى رسومات واضحه عن المشكله. ادي اول حاجه عندنا الكيبس، وعندنا الفيروس والهيل والابدكشن بالفور فوت. القصه كلها ان احنا نبص نحس ان الفور فوت از برونيتد ان ريليشن تو ذا هايند فوت، اتس نوت سوبرنيت زي الناس متخيله. لو تبص على الكلاب فوت كويس هتلاقي ان الفور فوت از برونيتد ان ريليشن تو ذا هايند فوت. فاي نيد تو supinate the forefoot to get in line with the high foot and then to extend the rotate. نعمل الكلام ده بالمانيبيوليشن اللي كلنا عارفينها، نمسك الرجل كويس ونلفها لبره.
اول حاجه زي ما نقول في المانيبيليشن انت كوريكت ذا كيبس، شايفين الكيبس الرهيب اللي في رجلي دي لازم نصلحه باي اليفيتنج ذا فيرست ميتافارسال. المبدا تو جيت ذا فور فوت ان لاين اوف ذا هاين فوت، اول جبت كده يبقى زي على الرجل على سيفها زي ما بيقولوا، اند ذن تو ستارت مانيبيليشن. مهم جدا خطوات الجبس، ما ينفعش الجبس يتعمل زي الجبس بتاع حل التروما. لازم اول حاجه نعمل البادين كويس بس مش كتير، لان الرجل لازم انت تقدر تمانيبيليت ذا فوت without really doing constriction، بس لازم تعمل proper padding، ولازم ان التمالي تبتدي تخلص below knee part and then to do the above knee part، ما ينفعش تاخدها كلها حته واحده. حاجات elementary بس تخفى عن كثير من الناس للاسف الشديد، هنشوف كميه ناس مهما قلنا مش فايده. وبعدين هنحط الكاس، شايفين المنظر هنا الكاس طويل ازاي؟ انا لازم كاس يبقى مغطي التوز، ما ينفعش اعمل ميكي ماوس كاس واقف ورا التوز باتنين 2 انش، ما ينفعش، لازم نعمل كاس طويل اند ذن تو تريم ات بعد ما مانيبيليت الرجل تماما. اوكي يعني مولدنج للكاس، انا هنا بحطها على او ايدي على السباعي، ده الثمب ده على ايه؟ الثمب ده على الهيد اوف ذا كيبس، جيت ذا فوت اوفر ات. اوكي اند ذن اكمل، فيري امبورتنت تو كونتينيو اباف ني كاست، ما ينفعش بلو ني كاست، اند ذن تو تريم ذا كاست. شايفين اتس فيري امبورتنت ان الكاست يبقى باين التوز من فوق لكن لونج انف من تحت، واي؟ تو بريفنت فليكشن اتيتيود اوف ذا توز. ان سيفير كيسز اف يو ليف ذا توز فري هت develop ايه؟ an inflection deformity of the toes، ودي سخيفة جدا 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 and it might be a real problem. اوكي؟ ف very important ادي منظر الكاس، شايفينه؟ fully supinated forefoot عشان تبقى in line with the hind foot above knee well padded but not very loose and then next class هنستارت نعمل ايه؟ external rotation. How to remove the cast؟ دي طريقة افريقي وكتير في ساعات بنعملها في مصر. ليه؟ ان في ناس اولاد بيخافوا جدا من صوت منشار الكهرباء، في طبعا مناشير ساوند بروف لكن مش موجوده في مصر. في طريقه انك تستعمل المنشار بس فيري 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 دينجرس، ما انصحش حد يعملها. اوكي حاجه خطا قوي قوي اللي بيتعمل ساعات انك تعمل برونيشن للفور فوت، هي اوريدي برونيتد فيو شود نوت برونيت، انت عايز تسباينيت الفور فوت نوت برونيت. Very important things تخفى على كثير من الناس للأسف الشديد. الراجل كونسيبتي في المانوال ده أو الإنسان اللي كتب الكونسيبتي مانوال قال لك it took us 40 years to move our finger from the black dot to the red dot. هنا زمان في الكايتس ماسك كنا بنضغط عليه الكالكينيكي بوي and we add back the foot، فكان بيحصل بلوك للفوت ما تعرفش تروتيت، لكن لما ندوس على هنا على الريد دوت على الهيد اوف ذا تيرس هت ديس امباكت الكالكينيس فروم اندرنيث ذا تيرس اند يو كان ريلي اكستند اوف ذا فوت اند جيت ات رايت. يبقى الانش ده خد 40 سنه. طبعا الميكي ماوس كاست دي بقى تشوفها كتير جدا، طبعا ما تعملش حاجه خالص خالص خالص. نمره اثنين يشو اولز مانيبيليت، زي ما ورينا بعد ما نعمل نحط الاول لاير لازم نمانيبيليت عشان تو جيت كوركشن اوف ذا كاست. اخر حاجه في ناس كتير قوي بتعمل بريماتور كوركشن للكوينس، يا اما بيعملوا ايرلي تيناتومي ده الباليز تكنيك، او ان انت جاست تو فورس كوركشن اوف ذا كوينس which is wrong. لازم واحد بيعمل طريقه يعملها زي ما الخواجه قالها اسهل. مهم قوي برضو حكايه البريسنج، بريسنج از ذا نيم اوف ذا جيم زي ما هنشوف بعد شويه، لكن البريس اللي هي الغريبه دي لا تغني تسمع تغني من جوه فاشلة. If you are not going to brace properly don't use the concept technique. عملنا احنا عشان احنا بنتكلم عشان نغير من طريقه لازم في حاجتين، لازم نتاكد من الطريقه دي ممكن اي حد يعملها عشان الواحد يبقى فيتك او عشان يعملها، وتاني حاجه انها تبقى احسن من الطريقه اللي قبل كده بتستعملها، حاجه منطقيه. فاحنا عملنا استوديو لطيفه قارنا الكونسيبت تكنيك وان كانت اوت باي 3 سيرجنز، واحد فيهم كان عنده اكتر من 20 سنه اكسبيرينس، واحد فيهم كان عنده من 10 ل 20 سنه، واحد فيهم كان اقل من 10 سنين كان هناك.
وقررنا ال 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 مش هنطول على ده البلان هي 72 فوت مش عايز دي بقى ريزلتس فيها اكسلنت وجود حوالي 70% وريفير تو سيرجي 17% مش عايزين نطول بس في الصور عشان يعني مش تاني مجموعه ويت اولموست ذا سيم حوالي مثلا 60% اكسلنت جود و 15% ريفير والمجموعه الثالثه تقريبا 70% اكسلنت جود و 18% ريفير فالنفس تقريبا نفس النتائج في الثلاثه اوكي ده يعني انه this technique could be carried out by any orthopedic surgeon مش لازم يبقى ولا بدايه اورثوبيديك ولا عنده يعني شهادات الدنيا دليل في افريقيا اللي بيعملوا الكونسلتنت دي في معظم او بلاد كتيره زي مثلا بوروندي ار تكنيشنز مش دكاتره اوكي فالموضوع مش عايز يعني امكانيات خاصه زمان زي طبعا كلنا بنشكر ده اللي بيعرفه الناس كلها اللي طلعوا عارفين كان بنستعمل كايتس ميثود عملنا احنا ستادي على 264 فيت مع كل حته الرف الجروب بتاع بوريش ولقينا انه عندنا تقريبا نفس الريزلتس مع الكونسيبتي مع الصيد اللي قبليها بس بقى ادي الفرق الجبار هناك كان 17% جراحات ومعظمها جاست اناتومي اوكي خمس دقائق هنا في 53% انستنس اوف سيرجري فطبعا يعني حاجه فرق جبار ان يبقى عندك مور ذان هاف ذا بيشنتس ذات نيد سيرجري وسيرجري كبيره والناحية الثانية عندك تناطم بسيطة اوكي فادي فرق بين التو جروبس بنقول في الاخر ان الكونسبت تكنيك الريزلتس بتاعته كومبيربل مع الاذر تكنيك ولكن الفرق الجوهري بينهم ان الفورمر سيرجري هنا مور ذان 50% وفي الناحية الثانية فيري فيري ماينر سيرجري في 17% بعد كده هنشوف بقى شويه الحاجات اللي احنا اتعلمناها هل كونسيبتي مثلا يستعملها على طول في اي حاله انا بقول يعني it might be used in all cases حتى اللي بيحصل لهم ريلابس ادي حاله اتكلمنا فيها كونسيبتي these are called difficult club feet اللي مسماهم كونسيبتي the difficult club feet اتكلمنا على 3 weeks وادي عن سنه حصل ايه ريلابس تاني سوري بيزو مشتغلش بالعادة عند سنة وشهرين عملنا له فورمال سيرجري نورس كارن عادية خالص ما احنا شايفين اهو كان عنده شوية ديفوم في الايد والكانيال اوكي ات 2 years بعد الجراحة حصل برضو ريلابس بدينا تاني بونسيتي يعني عملنا بونسيتي وبعدين جراحة بعدين بونسيتي تاني وادي at one year later we reach plenty grade feet الاشعة حقيقي مش لو بصينا على الاشعة هنا مش reduced وهنا في parallelism واضح جدا ولكن بونسيتي يقول in the difficult cases once you get the plenty grade feet this is more than enough the young boy will be able to walk properly ده ما شغلنا بس الفيديو للاسف مش موجود but this is enough in these difficult cases الاشعة مش كويسة ولكن This is enough. مش كل الحالات تبقى زي بعضها. أهم حاجة في كونسيبتي is the bracing. Once you are not going to brace properly, don't use the كونسيبتي method. هنا بقى حالة برضو difficult case. استدلينا عند شعر وكله كان ماشي كويس. عملنا تيناتومي. Bracing was not properly followed. طبعا حصل recurrent. وعملنا تيناتومي again. At 10 months, One foot was okay, but the left one had relapsed again. عملنا كونسيبتي تالت، عملنا تيناتومي تالت. And 8 months later, لما ابتدت العينة يعني تقتنع بالبريسنج، we reached برضه plenty great feet. برضه في شوية paralysis definitely ولكن يعني معقولة. These are acceptable results for such a difficult case. ده أقدر أقول إن كنت أعمل لها جراحة، عارفين الجراحة بترجع برضه. وادي هو ووكينج للأسف في الفيديوهات.
ريسنج بروتوكول ايه ده اللي قال عليه كونسيبت ما عملناش حاجه خالص في كلام دلوقتي كونسيبت بيكمل لغايه 4 سنين واي ان قال لك الجين ريسبونسبل فور ريكيرنس فيدز اواي ات 4 ييرز في ستادي دلوقتي في امريكا في لوس انجلوس ابتدوا يعملوا 3 سنين وابتدوا يعملوا سنتين بس لسه ريزلتس نوتو ريزلتس يعني ما طلعتش فمش عايزين نغير حاجه احنا هنمشيها الاول 23 ساعه ونقلل جرادولي لغايه ما نوصل ل 4 سنين. في شويه نقط بقى مهمه التناتومي نعملها فين؟ انا مش مقتنع انها تتعمل في العياده اكيد مش في مصر يعني انا بروح امريكا كمان في العياده في امريكا لكن انا ديفنتلي اي فيري باد اكسبيرينس بس التناتومي ان كلينكس يعني بيحصل مقاسي بتدي انستيزيا ايه؟ انا بدي عامه يعني مايلد انستيزيا لكن طبعا في ناس تدي لوكال البنجيم ولا حاجه ما بحبش ادي كودر انفيزا ان وانس وي جيف كودر سام تايمز اتس فيري ديفيكولت تو فيل ذا تندر مشكله اوبن ولا كلوز انا بعمل اوبن بالميني انسيجن واي عشان الحكايه دي بنسايل عنده بيبر حلو قوي عملها افتر انا رسالتي وصف الممبرين anterior to the tendo Achilles اهي انا طوعتها في حالة الحالات اهي على الديسكتور ده cutting this membrane add you about 5 degrees of corrections بعد ما تعمل التناطق they can't get this really close to you. حاجة مهمة تانية want to do equivalence anterior transfer يعني لو عندك overactive equivalence anterior بيعملك dynamic supination usually it occurs ساعات سنتين ثلاثة لكن you should never do surgery before 4 years then because the lateral cuneiform where you put lateral depress anterior does not ossify before 4 years فما ينفعش تعمل عملية قبل 4 سنين very important انك تجيب مكان الديبالس anterior insertion لا تكون صح الفتاكة غير مطلوبة يبقى عندك image وعندك طريقة دي this is the only way to get it right okay the marker بأي حاجة عشان to be sure that you put it in the right place and you hold it well there. ده بقى 5 years of rest until للأسف شديد برضو نفس الحكاية اشتغل. In these 15 years we have more than 500 cases دي واحدة منهم أول ما ابتدينا معاها at 3 years and at 9 years as about the meeting from scratch. Thank you. في حاله لها رقم معين ولا بفضل معاه لغايه لما لا لا يعني انت لازم تو اتين 70 degrees of external rotation عشان قبل ما تعمل تناطق in difficult cases we take 5 6 7 casts بس القصه كلها ان انا usually I give some anesthesia inhalation برضه للاطفال وكان الكلام ده معترضين عليه جدا الناس ولكن لما عملنا الكورس هو جه يراني ما عرفش يجاوب في الولد قال لي انا اسف مختلفة. لا في صغيرين خالص يعني طبعا لو الطفل عنده سنة يعني انا بعمل ناس عندهم 7-8 سنين انهاليشن اصل انهاليشن ده اتس ايزي تحط كانيولا انا بشتغل في المستشفى ما بجبس في العيادة فبحط كانيولا وشوية انهاليشن لا تحط كانيولا عشان الاطفال بينه ارست عشان ما ننساش عشان جاب صوت يموته فبحط كانيولا بطول التخدير استشاري الدكتور شوية انهاليشن Once الطفل نام it's very easy to correct the foot بس بقى في مشكلة هنا للأسف لما الطفل بينام ساعات الجراح بيبقى ايه عنيف ودول young bones بتاعت الفوت دي صغنطوطة ف you should not crash the bone especially in the difficult cases that I usually see يعني انا بنجينا حالات كتير قوي relapse okay ف one should be very very gentle فمهم قوي حكايه التخدير ده يعني انا سامتايمز حتى في اطفال صغنطاطين عندهم مثلا شهرين ولا حاجه بديهم شويه انستيزيا لان هم بيبقوا سو اكسايتد فالناس بتيجي من بعيد
تسافر فتطلع قبل ما يوصل مثلا ساعتين هنا يبقى لك 5 ساعات في العربيه مع الحر وبتاع بيبقى سو اكسايت انك خناق. فاي ثينك ان هو الانستيزيا ان سيلكتد كيس عشان بس ما نوسعش الموضوع از ريلي فيري فيري يوزفل. لكن الافرج بتاعنا في الولاد 4-5 في سوري البنات 4-5 في الولاد ساعات زياده شويه. صلح الادابشن الاول والكيس بتاعك الترتيب اول حاجه يو كوركت ذا كي بس باي اليفيتنج ذا فيرست مترسل ذن يو تايم شوت ذا اول جيبس جيبس على سيف عشان تو جيت ذا فور فوت ان لاين وذ ذا هايند فوت اند ذن يو ستارت تو اكسترنال روتيت. لو ما عملتش كده يحصل بلوك في التركين الكوري. ما دي القصة. الموضوع مش عشان طريق كايت السيكوانشي دي غلط ان هو كلها السيمتريك يعني في ريليشن ما بين الجوينتس فما ينفعش انك تاخدها قطاعي حته حته. ساعات بنعمل ادكشن بس بيحصل في ستارت كده صح؟ بيحصل في السبارت جوينت بين الفور فوت والميد فوت. لا القصه كلها انت ما تاخدها كده مش هتجيبها غلط لازم تاخد ده دي سيكوينشال. هو في هنا رسمه بس مش عايزين نعقد الامور بتوريك ازاي الريليشن بتوين تو تو جوينت اللي هما الميد تارسل والسب تيلر يعني الميد والهاي اوكي ده انتر كونكتد فلازم الاول تفصلهم. وان يو جيت ذا فور فوت ان لاين وذ هاي فوت باي عشان دي القصه انت بص على اي كلاب فوت هتلاقي ان الرجل برونيتد عكس ما الناس فاكره فاكراس وهي مش هي برونيتد الفوت ان ريليشن تو الهاين فوت. اول حاله كلاب فوت تجي لك بص عليه كده يا دكتور من فوق هتحس ان الفور فوت از برونيتد نوت سوبينيتد فلازم تجيبها الاول ان لاين وذ هاين فوت. هاو باي اليفيتنج ذا فيرست مترسل فتجيب الرجل عشان كده اول جيبس يبقى على سيفه اوكي اند ذن يو ستارت تو اكسترنال روتيت. هنا مش هيحصل بلوك الكالكينيس تحت التيلس فلما بيحصل البلوك ده مش ممكن الكعب يتصلح. اون ذا اذر هاند وانت بتعمل اكسترنال روتيشن من غير ما تلمس الكعب احنا عمرنا ما بنلمس الكعب وانا بعمل كونسيبت هو لوحده بيتصلح لانه في انتر كونكشن ما بين الميد والهاند فوت. ممكن اسال الكعب اولا يعني لايك تو It's very enlightening. Very, very nice. Small comment. Do you have a place for the use of either or for correction of the relapse case? يعني أنا we have a nice paper على the pressure by Bizarov. ولكن أنا we do now concepti لأطفال لغاية 10-12 سنة. يعني يعني احنا لسه بنكتب حاجه كده بس انا طبعا شويه كسلان لكن عندنا احنا شويه حالات ظريفه. يس كونسبت كان يوز ريلي ليت ليت في الهند عندهم حالات جبار يعني احنا مع الله فاكر الناس بتعمل حاجات صعبه واحد كده هندي عقاد شنو يعني ات وركس اتس ماجيك اتس ماجيك. بس اهم حاجه انا قابلت الراجل ده مره واحده قعدت معاه ورا كان في مقارنة بتاع الليبوس وقعدت معاه ورا الشاشه كده ربع ساعه. هي ذا اسنس از تو فولو ذا قال لي فولو ذا بايبل بعدين بص على الكارت لقى محمد قال يور بايبل راجل لماح ده الناس اللي بتتابعهم الناس لماح قال لي فولو ذا بايبل بعدين بص على الاسم لقى محمد قال لي فولو يور بايبل. تحس برضه في ناس عندها سنس طبعا تاتش ما هو مش ممكن تعمل كده لو عندك تاتش ولا عندك ايه هي دي القصه كلها ده الفرق بين الناس. فلا لازم واحد يعملها زي ما هو قالها ما ينفعش الواحد تمصير يعني عندنا كذا حد يعني مثلا دكتور حسن البرنامج بيعمل ايرلي تيراتري ام نوت كونفينس ات وركس بس حد يقعد تلابس طبعا حجازي عامل ستادي حلو قوي عن يوزر فيرا بريس بريس يونيلاترال فوق الركبه وعنده هنج من تحت برضه الريلابيلتي بتاعته قليله لان العينين بتسايبوا. الرابطه دي مهمه لازم قرايه الحلول عدي لازم لازم يعني لازم معلش يا جماعه حضرتك ايه لما قارنتوا الكايت ايوه
بقيت الكوركشن زي بعض بس السيرجري اكتر السيرجري بكتير. طب يعني ليه كوركشن زي بعض؟ يعني الريدي كانت هي مشكله السيرجري يا دكتور خالد ان الطفل اما عندي معدل اكبر جايب حالات عملنا لهم سيرجري منهم واحد قريب جايب الراجل ده لعب في نادي الطيران لعب دوري درجه ثانيه يعني كويس ولكن ده رجله بين في رجله يعني بالسيرجري جايب فيري نايس ريزلت فيري نايس لوكينج فيت بس بين في الفيت يعني كايت كاستنج كان بيصلح الفيت بيصلح الفيت زي البونسيتي زي البونسيتي بالظبط ريفرنس اعلى بكتير فهنا عشان انت بتصلحه بطريقه غلط انت بتصلح تصليح ظاهري وليس حقيقي يعني you don't get the bones in alignment with each other فدي المشكله فعندك هنا 53% formal surgery مع الكايت on the other hand في الناحيه الثانيه عندك 17% دي اعلى مجموعه 17% ده كان النايم المجموعه دي باي ذا واي انا في اللي هو الكبير وحاتم قطب من 10 ل 20 وعمر عرفه اللي ما شاء الله مدرس على وش الاستاذ بتاعي هو ده اللي قررنا حالاته حالاتي وحالات عمال عمر في مستشفى بوريش لان نفس النتائج اولموست لانه الموضوع مش عايز اي فتاه اعمل صح وخلاص فعمر وحاتم وعرفنا نعمل نفس الطريقه لكن القصه كلها في الانس اوف سيرجي وهنا تيرودومي او ماكسيم تيبال سنتير ترانسفير اليوم ما يبقى الحظ يعني سيء جدا هناك بوريس كارل عمليه بكل مشاكل فلا يعني ديفنتلي هذا الانسان ديفن ربنا هيبص عليه بعين الرحمه يعني عمل حاجه ريلي اوتستاندينج شكرا ربنا يخليك شكرا.